رجعنا لحضراتكم تاني علشان نقول لكم جزء من اللي اتفقنا عليه وهو المسكوت عنه، وقلنا المصالح الشخصية خانقة الرياضة المصرية، واللي مش مصدق يقدر يشوفها في كل حتة. حضرتك تعرف الدوري بتاعنا بيبدأ امتى؟ ده كلام فكة يعني. لا. حضرتك تعرف الدوري بينتهي امتى؟ لا. حضرتك عارف الأجندة بتعمل ايه؟ لا. أهو حدودتنا بقى يا سادة عن أكبر داء في الرياضة المصرية، واللي بسببه رجعنا ورا كتير وتخلفنا زي ما قلنا عن بلاد كتير كانت بتتمنى توصل لمستوى مصر في مناحي كتير منها الرياضة. سبقونا وبمراحل، واحنا واقفين محلنا بنتفرج على شغلنا الداخلي وصراعات دنيئة على الكراسي والمناصب بدون ما حد فينا يفكر الدول دي سبقتنا ليه وازاي. رحم الله عمنا الجوهري لما قال في العام 90 وما بعده، بصوا على غانا التجربة الغانية أولى بالدراسة. طلعوا بالشوم الله يرحمه، بالشوم، بالشوم يعني الإعلامي والرسمي. مين أنت؟ مين ده؟ حاسب يا جدع. الدكتور كمال الجنزوري مطاعه الله بالصحة والعافية يتحدث مع الراحل صالح سليم وشهود عيان أحياء يرزقون، شافوا الكلام ويقول له اختار ما تشاء حتى يكون هناك اتحاد كرة بالمعنى المعروف المألوف يخلي الكرة المصرية شبه الناس وشكل الناس، وتديروا الكرة ولو سنتين لدعم منطق الاحتراف. موافق؟ قال له مين الاقي وفين هم؟ خلص الكلام عند اديني ملف لتطوير وتطهير الكرة المصرية ويبقى عنوان للتطهير والتطوير في الرياضة. يحصل ايه يا سادة؟ ناخد كاس العالم 98. يتحدث الدكتور الجنزوري ربنا يديله الصحة مع الكابتن صالح رحمه الله، وكان يعشقه لأنه يعرف أنه الأفضل، والكل يعلم أن الجنزوري رجل وطني طاهرا وشريفا كمان. لكن قال له معلش من فوق ينعل كده، فوق كمان، فوق مين؟ من فوق مش هينفع، ده احنا خدنا أمم أفريقيا 98 في بوركينا فاسو، نعمل ايه؟ طبعا الرجاله اللي فوق يلا يا جدع انت، واو امال الرئيس صاحب العزبه ده يتصور مع مين ويعمل ايه؟ خرج الكابتن صالح وقتها قال طلعنا ولاد 60 كذا، يظهر ان احنا اللي ما بنفهمش وهم اللي صح. ادي اول تطوير ومحاوله تطهير تك اتقصت، ادي اول محاوله تطهير وتطوير كان لازم الكابتن صالح يبقى معاه دبابيس كتير، لكن هو ده اللي حصل. رحم الله الكابتن صالح سليم وأمد في عمر الدكتور جنزوري لديه الكثير من ملفات الفساد ليعرضها، كم أطاح بمعايير شفافة وفي طريق للنظافة بمن كانوا يديرون بفساد العباد والبلاد خاصة في كرة القدم وغيرها طبعا، إنما دي تبقى واحدة من الوقائع. عندنا ما يدور في اللجنة الأولمبية كل اللي حصل ده ومحدش قال لنا، ويا للعجب، وكأنه اعداء الامس بقوا اعداء بعد بكره، بقوا اعداء اسكندريه السنه اللي فاتت بقوا اصحاب كمان اسبوعين. اللي هو اللجنه الاولمبيه دي ما عندهاش مستشار مالي، ما عندهاش راجل مكتب محاسبه، ده انا ما اعرفش بيبقى اسمه ايه في الرسميات يعني، ما عندهاش مراجع مالي، ما عندهاش الاداره المركزيه لشؤون الامراض الماليه. الا فين الراجل ده؟ ولا المكتب ده؟ ولا كم واحد دولم ودوك همة اللي ما قالوش حاجة ليه؟ هما اللي اكتشفوا ولا السادة مجلس الإدارة اللي اكتشف؟ طب دول لو في الموضوع، طب هما مدنيين كانوا بيمشوا الحاجات ولا طاهرين وكانوا بيخافوا ويلتزموا السكات؟ ولا حد عبرنا، ولا حد عبرنا. لكن في الطريق ربما سمت تطوير وتطهير بعد طلب الرئيس، ادعوا بس ان الدنيا تمشي ومناحي الحياة تكتمل. الموضوع كبير والمرض خطير والحالة والله متأخرة، وشكلنا قدام العالم بقى مسخرة رياضية. مصر عمرها ما تبقى مسخرة بسبب نفس حالة التخبط وحالة السيولة
الموجودة في كل مؤسساتنا، واللي قلنا لحضراتكم إن مش هنسكت على أي حاجة من الحاجات دي. عايزين تطهير لملف الاحتراف في كل الألعاب، عايزين نعرف مين اللي من حقه يبقى لاعب محترف، مين اللي من حقه يبقى مدرب محترف، مين اللي من حقه يبقى مدير إداري محترف أو إداري محترف أو مدير كرة محترف أو مدير كرة طايرة محترف. تاني سكات مش هينفع. عايزين نعرف ليه الناس بتشتغل الرقابة والعمل في نفس الوقت. السادة الإدارة المركزية والسادة المديرية هم نفسهم المدير التنفيذي للنادي ومركز الشباب سيادتنا، لدرجة إن في مراكز شباب وبلغنا فيها وعنها أهالي المناطق قالوا بتخرج لقطع الطرق والله والسباب والوقوف في وجه الدولة المصرية وعديها يا ليلة وكله قاعد وكله مية مية، واللي يظبطوه في حاجة يروح فين؟ يروح المديرية اللي بعدها، والله العظيم يروح المديرية اللي بعدها، مش يتم استئصاله باعتباره مرض خطير أبدا ولا أكن فيه أي حاجة. ده جزء من المسكوت عنه في كل الحواديت المصرية، وإحنا زي ما قلنا لكم هنفضل وراهم بالتقرير والكلام ومحاولة التطوير معاكم، أنتوا هتبقى الحدوتة. إنما للأسف الشديد كل أسبوع بنلاقي بلاوي كتير وكوارث أكتر وأزمات بسبب السكات لا تنتهي، لكن حلها هو ثور التطهير. يا سادة في الرياضة معروف إنه للصغير قبل الكبير وللناس كلها لعبة المصالح والمجاملات وسوء التخطيط هم سبب وجود كل ما هو مرض خطير في الشارع الرياضي المصري. هنشوف تقرير مع الناس ورأيهم ايه في اللي احنا بنقوله ده، لان البشر هي الوحيدة اللي قادرة على التعبير، وما بقاش فيه اي حد ساكت ولا خايف ولا خانع، واللي خايف من الدبوس يروح. يلا بينا نشوف التقرير من الشارع المصري ونرجع لحضراتكم تاني. مسكوت عنه الفساد اللي احنا فيه والعمولات اللي في عمولات في عمولات وفي احزاب، تحس ان الرياضه كلها احزاب، كتل ده مع ده وده مع ده وده ضد ده، مفيش كوره. احنا بنشوف حاجات غريبه قوي. هو اكتر حاجه مسكوت عنه الفساد، قضايا الفساد، لان اختيار المدربين واختيار اللعيبه ما هياش بالدرجه المطلوبه، يعني في اختيارات مش كويسه، اكيد في مجاملات كتير، يعني كل في مصر كلها مجاملات. يا جماعه نراعي ربنا في شغلنا، يا جماعه نحط اسس نشتغل عليها. ده في مشكله كمان كبيره، خلي بالك الناس مش واخده بالها منها، موضوع النجيل الصناعي، الملاعب النجيل الصناعي. يا جماعه النجيل الصناعي دي خطر على لعيبه الكوره. انا رايي حاجه واحده بس، انا اللي اعرفه ان الكوره ناس بتروح تشجع، يعني المفروض الكوره ما تتعبش علشان تتشفر التلفزيون. هو الاساس بتاع الاستاد ان لعيبه بتلعب وناس بتروح بتشوف الفريق اللي بتحبه عشان تشجعه. يعني المفروض حته ان دوري يتلعب من غير جمهور او اي ماتش يتلعب من غير جمهور بالنسبه لنا ملهوش لازمه. في مجاملات لحساب الفرق اللي هي الكبيره، انما المنتخب ربنا ينصر عليه بصراحه من بعد ما مشي حسن شحاته واحنا ما شفناش تنظيم. في سوء اداره في اتحاد الكره المصريه، الموضوع ده محتاج شك الدبوس عشان الناس تفوق شويه بس كده. والتغييرات بقى بتاعه المديرين الفايين في الموسم ده كتير قوي، ان احنا مفيش عندنا لجنه تحكيم، مفيش التحكيم عندنا مش كويس، مش حاطين بلاننج فور 5 ييرز قدام، احنا بنفكر تحت رجلينا دايما، وان الداخليه لو عايزه تامن مباريات مثلا، احنا عندنا في ناس كتير جدا بتفوز في مباريات وفي مشكله في التشجيع، بس احنا محتاجين نامن مباريات اكتر. كره القدم المصريه حاليا في الوقت الحالي كلها ماشيه بالوسائط، بالنسبه واحد ابوه مدير نادي، ابن موظف في النادي، ابن مسؤول عن النادي، الكلام ده ما عادش فيه نظام كوره، مثلا كوره ماشيه معينه نهتم بالكوره كلعب مثلا. في ناس كتيره جدا اعرفها راحت انديه ولاعيبه بتترفض عشان خاطر مثلا ما عندهاش واسطه، ما عندهاش حد معرفه. التعاقدات بتاعت اللعيبه، هو عمليه التعاقدات بتاعت اللعيبه دي اللي عامله اكبر مشكله، ان اللعيب دلوقتي خايف على نفسه، يهمه نفسه ما يهموش اللي هو يخدم الكره المصريه، لا هو اهم حاجه مصلحته الشخصيه، اللي هو التعاقد بتاعه يبقى تمام 100 100
ده اهم حاجه عنده. والله ابو الشباب ما بيبقى 100 و100 ولا حاجه، ده في حد برضه قصه ومروقه، بس مقابل كده بيخليه يروح يتمرن مره واحده، تمرين مره واحده، والناس ما تروحش النادي من الصبح لبالليل. واحد يقول لك يا اخي اصل الاعتراف مش كده، الاعتراف مش كده، مش كده يعني ايه؟ مش ده مقر عمله؟ هو انتوا فاكريننا عبط بنقول يروح من صباحيه ربنا يقوم قلع اللبس ولابس شورت وفانيلا ويشتغل لعيب بقى وينزل قبه وباك ورد ويجري وبتاع ويروح معاك باي ويروح معاك الساحل؟ لا 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 لا، الحكايه مش كده، الحكايه ان يتفرغ لكره القدم. تخيلوا في مدربين دلوقتي بيقولوا احنا قضينا على ظاهره الفوضى، احنا بنجيب اللعيبه قبل التمرين بساعه ونص وساعات ساعتين. سيادتك نعم نعم، له ما كانش مريح في النادي في الشغل يعني، وضارب شاي واكل وعشاء وغدا، معلوم هو ايه الكميه وايه النوعيه سيادتك؟ طب وده يبقى معروف ليه ومعلوم ليه واحنا نطلع مين عشان نكلمهم في ده يا بيه؟ لا، كل ده هيبقى مسار ها اعلام محترم بيحب البلد دي فيما هو قادم، وهنقدم لكم النماذج. سيادتك عارف يعني ايه صوت انتخابي؟ عشان لما نقول الجمعيه العموميه الاتحاد بحجم كره القدم بيختاروا الشاب الجميل اللي قال 4-5 years بنخطط لهم لقدام. يا عم ولا ها 1-2-3 حتى، مش 4-5 years. الاخوه ممكن يخلوا واحد يخش بنادي على الورق ويشترك في اي مسابقه تحت خد 30 نقطه، اصبروا بقى ويقوموا مشتركين في الكاس، ما هو لكل الدرجات يكشي حتى بلعيبه بكرش. هوب كلوب 20 نقطه بقى 50 نقطه بقى عنده صوت، يعيش الملك اللي جاب له ال 50 نقطه. أستأذنكم.